نريد جوابه ممن وعاه. إذا مات ذاك الإله، وهل أرضاه ما ناله منه؟ فبشراهم إذن نالوا رضاه. وإن ساخط الذي فعلوه فيه، فقوتهم إذن أهوت قواه. وهل بقي الوجود بلا إله سميع يستجيب لمن دعاه؟ وهل خلت الطباق السبع لما ثوى تحت التراب وقد علاه؟ وهل خلت العوالم من إله يدبرها وقد سمرت يداه؟ وكيف تخلت الأملاك عنه بنصره وقد سمعوا بكاه؟ وكيف أطاقت الخشبات حمله وهو مشدودا على قفاه؟ وكيف حتى يخالطه ويلحقه أذاه؟ وكيف تمكنت أيدي عداه وطالت حيث قد صفعوا قفاه؟ وهل عاد الإله إلى حياة أم المحيي له رب سواه؟ ويا عجبا لقبر ضم ربا، وأعجب منه أن بطنا قد حواه. أقام هناك تسعا من شهور لدى الظلمات من حيض غذاء، وشق الفرج مولودا صغيرا ضعيفا فاتحا للثدي فاه. يأكل ثم يشرب ثم يأتي بلازم ذاك. هل هذا إله؟ هل هذا إله؟ هل هذا إله؟ تعالى الله عن إفك النصارى، تعالى الله عن إفك النصارى، تعالى الله عن إفك النصارى. سيسأل كلهم عما افتراه. عباد الصليب لأي معنى يعظم أو يقبح من رماه؟ وهل تقضي العقول بغير كسر أو إحراق له ولمن بغاه؟ إذا ركب الإله عليه كرها وقد شدت لتسمير يداه، فذاك المركب الملعون حقا فدسه لا تبسه إذ تراه. يهان عليه ربك ثم تعبده، فإنك أنت حقا من عاداه. فإن عظمته من أجل أن قد حاوى الإله وقد علاه وقد فقد الصليب، فإن رأينا له شكلا تذكرنا سناه. فهلا للقبور سجدت طرا لضم القبر ربك في حشاه؟ فيا عبد الصليب أفق، أشهد أن فيا عبد الصليب أفق، فيا عبد الصليب أفق، أشهد أن محمد رسول الله. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. صدق ربي العظيم.
أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. لا إله إلا الله.